أعطي الكلمة لمعالي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة فيدريكا موغريني، فلتتفضل. Your Highness, the Emir of Kuwait, صاحب السمو أمير دولة الكويت، معالي رئيس مجلس الوزراء السيد العبادي، حضرة الأمين العام، أصدقائي الأعزاء، بداية أود أن أشكركم لسماح لي بافتتاح هذا المؤتمر والمشاركة في ترأسه، وأقول ذلك ليس فقط للإقرار بمساهمة الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية، ولكن أيضا انطلاقا من مسؤولياتنا للمستقبل. من مسؤولياتنا أن نساعد الشعب العراقي في هذه اللحظة، إنها لحظة حساسة للغاية في وقت زاخر بالأمل للعراق والمنطقة. وفيما نجتمع هنا في الكويت وأنا هنا أنضم إلى الأمين العام في الإقرار بالدور الجوهري الذي طلعت به الكويت وتستمر بالإطلاع به، ليس فقط في الجانب الإنساني ولكن أيضا من أجل بناء الحوار والجسور ما بين الشعوب. وفيما نجتمع هنا في الكويت، المنطقة حولنا ومنطقتنا هي بعيدة عن السلم كل البعد، ولا يزال هناك توتر جديد ينشأ، ولكن العراق يعطينا الأمل بمستقبل أفضل. فإن نشوء داعش بدأ من المستحيل أن يتم توقيفه، ولكن ها نحن هنا نحتفل بهزيمته وببداية جديدة للعراق. هناك قول قدوم يعتبر بأن النصر لديه عدة أباء، وهذا يعني بأن هناك داعمين كثر قد عملوا معا من أجل هزيمة داعش في العراق، ولكن هذا النصر لابد أن يتعزز، ولن يحصل ذلك من دون العراق دولة وشعبا. ونحن لما كنا هنا من دون تضحيات العديد من الجنود وقيادة رئيس الوزراء العبادي وعمل حكومته اليومي وثبات الملايين من العراقيين. ويطوي العراق اليوم الصفحة المؤلمة بفضل شعبه رجالا ونساء. هذا النصر ملككم أنتم، وفي الوقت عينه يمكنه أيضا أن يقدم أملا نحتاجه جميعا في هذه المنطقة. هذا يعني بأن الانتصار ضد الإرهاب ممكن بفضلكم وبفضل قصتكم، والتاريخ يمكن أن يحسن المستقبل. فيمكن أن نبني الديمقراطية، وقد يكون هناك عوائق ولكن يمكننا أن نتخطاها، وهذا يعني أننا سوف نواجه التحديات ونجتمع هنا اليوم لمواجهتها وإيجاد الحلول لكل المشاكل. وأنا أشكركم من أجل بناء السلام، من أجل مساعدتكم في بناء السلام في هذه المنطقة المتألمة وفي العالم بأكمله. يمكننا أن نساهم جميعا في وضع حد للأيام المظلمة في العراق مرة وإلى الأبد، وهذا يعني بأن أنه علينا أن نساعد الشعب العراقي في بناء السلام بعد هزيمتهم لداعش في حربهم ضد هذا التنظيم الإرهابي. وعلينا أن نساعد العراقيين في المدن والمناطق الريفية، وعلينا أن نستجيب للحاجات العراقية من أجل إعادة إعمار العراق. وثلث الشعب العراقي بحاجة إلى دعم طارئ، فهناك الكثير من النازحين الداخليين الذين لا يزالون بحاجة إلى الطعام، والأطفال بحاجة إلى التعليم، وهم يريدون العودة إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن ليبدأوا حياة طبيعية من جديد. لطالما كان الأوروبيون ويستمرون بكونهم فخورين بالوقوف إلى جانب إلى جانب الشعب العراقي، إلى إضافة إلى الأمم المتحدة، نحن ساعدنا بتقديم الكهرباء والمياه والأدوية للمناطق المحررة، ونحن قمنا بإعادة بناء المدارس في الرمادي، وقد عاد مئات الأطفال إلى مدارسهم، ونقوم بالأمر نفسه في مناطق أخرى من البلد، ونحن نساعد في تدريب القوات العراقية بفضل العسكريين الأوروبيين وبفضل أيضا المدنيين، ونريد من الشعب العراقي أن يعتمد على محترفين لضمان أمنهم واحترام حقوقهم الأساسية. وأنا فخورة بما أن العراق ركز في عمله لأول مرة على حماية التراث، وهذا هو واجبنا المعنوي، ولكن أيضا هو يقضي بأملنا
بحياة أفضل ومستقبل أفضل، وهذا أمر ممكن وبدأ يحصل الآن. في السنة الماضية كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد ساهم في حوالي 3.5 مليار يورو دعم لشعب العراق، واليوم كالاتحاد الأوروبي نحن ننتهي من إجراءاتنا الداخلية من أجل الاستثمار ل 400 مليون يورو من أجل المساعدات الإنسانية وتثبيت الاستقرار، وهذا من ميزانية الاتحاد الأوروبي، أي أنه إضافة إلى المساهمات الفردية للدول الأوروبية. وإذا نحن لدينا استراتيجية جديدة في العراق من أجل تثبيت الاستقرار وبدء إعادة إعمار البلاد. فالحكومة العراقية قد وضحت اليوم أيضا أي نوع من إعادة الإعمار هي بحاجة له في البلد، فإعادة الإعمار المادية بحاجة إلى جهود حثيثة وموارد كثيرة واستثمارات كبيرة، ولكن إعادة الإعمار لا تعني فقط بناء الطرق وسكك الحديد، ولكن نحن بحاجة أيضا لمساعدة العراق على إعادة بناء نظامها التربوي ومؤسساتها ومجتمعاتها. فالحكومة قد بدأت بإعادة إعمار المؤسسات الدستورية في العراق، وأنا أثني على رئيس الوزراء العراقي لهذه الخطوة. وعلينا أن نحسن أيضا البيئة الخاصة بالاستثمارات والأعمال في العراق، فهذه فرصة لنا لإعادة بناء اقتصاد البلاد. فنحن دعمنا سوف يركز أيضا على مساعدة القطاع العام والمؤسسات في كل المجالات. فالعمل المؤسسي هو أيضا وضع حد للتوتر ما بين إربيل وبغداد، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأمن العام عبر تعبيري عن أملي وتوقعاتي بالحوار المستمر. وهذه ثالث مرة نرى فيها أن العراق بحاجة إلى إعادة الأعمار في مجتمعاته تحديدا، ونحن نرى بأنه لا بد لنا أن نهتم بالشعب العراقي، فهم الأهم، وهويتهم قد تمحورت من خلال التاريخ المشترك فيما بينهم والثقافة المشتركة التي تتعدى الدين والإثنية. فهم موحدون كعرب وأكراد ومسلمون ومسيحيون سنة وشيعة، وبرأينا هذا التعايش هو المضاد الأساسي للتشدد والتطرف، ويعزز هزيمة داعش وعقيدات هذا التنظيم الإرهابي. إن نشوء العراق كان قد أذى العراق بشكل كبير، وقد وقف الجميع صفا واحدا في هذه العملية لمساعدة الهوية العراقية ودعمها. وإن هدف إعادة الأعمار هو بناء بلد للجميع، لكي يجد كل شخص مكانه في هذا البلد ومأوى له. فإعادة الأعمار هي لكل الشعب العراقي بعيدا عن إثنياتهم وجنسهم وأيضا مجتمعاتهم ودينهم. هناك حاجة للتعليم وللأمن، وهذا ما نسمعه من الشعب العراقي الذي نجتمع به في عملنا اليومي كاتحاد أوروبي ومن ممثلي المجتمع المدني الذين شاركوا في هذه العملية. فإن عملية الأعمار الناجحة للجميع يجب أن تركز على الطلاب والعاطلين العمل، الشباب والنساء، ويجب أعطائهم المؤهلات اللازمة ومساعدتهم على الاستجابة لتطلعاتهم. قد يكون هذا طموح كبير، ولكن التاريخ الحديث قد علمنا أن الطموح يؤدي إلى نتائج إيجابية. علينا أن نبدأ إعادة الأعمار، خصوصا إن أردنا عملية إعادة الأعمار المادية أن تنجح. فعلينا أن نركز أيضا على إعادة الأعمار المعنوية، وهذا من واجبنا نحن أن نركز على الشعب العراقي رجالا ونساء، صبيانا وفتيات وأطفال، وهذا من أسس بناء العراق ونموه. ونحن نرى بأن أيام أفضل هي في مستقبل العراق، وعلينا أن نستجيب لطموحات الشعب العراقي، ونحن هنا من أجل الاستجابة لأمالهم معا. وكاتحاد أوروبي يمكنكم الاعتماد علينا من أجل إحياء هذا الأمل ومساعدة العراق والشعب العراقي والشرق الأوسط والجميع. شكرا جزيلا على حسن استماعكم. شكرا لسيدة الممثلة على الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية
نائب رئيس المفوضية الأوروبية على كلمتها القيمة.